كابتن ايضا كابتن بارك الله مرحب فيك. بك كابتن. اهلا بيك يا نور كابتن سمير. اهلا بيك يا رؤى. طيب يعني خلينا سريعا كده كابتن بقى نخش في المباراه. انت كنت محتاج الفوز، محتاج ان انت تاخد 3 نقاط على اساس يعني برضو في نفس الوقت ما ينفعش النادي الاهلي على ارضه يعني ما يحسمش اولى او ما يفوز في هذه البطوله، يعني خصوصا دي تاني مباراه بعد طبعا الخساره الاولى امام الفيصلي. اعتقد ان المباراه كان فيها من بدايتها شكل مختلف عن الفيصلي يا كابتن. الاهلي هو الاحسن، هو الافضل، هو المسيطر طبعا، هو المستحوذ. هو يؤخذ بس ان انت المفروض يعني نسبه الاهداف بتاعتك تبقى اكبر من كده. حقيقي. انك بصراحه وصلت كتير جدا. النهارده حسين السيد وباسم علي فاضيين طول الوقت، 90 دقيقه محمد فاضيين. برضه انا عاوز ان هم يفكروا ان يروحوا على الجول، مش كله بالعرض 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 بالعرض. الاثنين دول بالذات ممكن يروح على الجول حتى وان توات ويروح يعملها في البعيد ده. التنوع الهجومي بالنسبه للاطراف يا كابتن. طبعا بص طول الماتش فاضيين، واخد بالك؟ ما فيش حد بيضغط عليهم خالص، عندهم مساحه. فالاهلي هو الافضل فنيا، الافضل هجوميا، هو الاخطر هجوميا، هو اللي وصل على فترات كبيره جدا. الفريق الاماراتي الفريق الوحده على قده، عارف ان بيلعب فريق كبير حجم النادي الاهلي، حجم قدرات، دافع طول الوقت، لعب على بعض من مرتدات، وصل بكره او كورتين خلال احداث المباراه. محمد كره خطيره كانت بالعرض من عند حسين السيد بالعرض شالها الشناوي، انما وفي تسديده من بره ال 18 وكره الشوط الثاني كابتن تقريبا. بس يعني فريق نحترمه، فريق قدم مباراه كويسه كتر خيره في حدود امكانياته وقدراته. انما النادي الاهلي هو الاكبر، هو الافضل، هو الحجم الكبير الفني، هو النهارده كميه الجري الكثيره، كميه التحركات الكثيره. يؤخذ زي ما قلت محمد ليه؟ لانك ممكن الاهداف تبقى ضروريه في اوقات معينه برضو، فلازم يعني برضو يؤخذ من السلبيات في هذا الماتش ان لازم تسجل 2-1 في الشوط الاول يا وليد، 1 في الشوط الثاني، ووصلت 93 دقيقه، وصلت نسبه محاولات النهارده ما حصلتش. خد بالك الاهلي بصراحه هجوم كاسح، دي حقيقه. خد بالك نسبه كبيره جدا. عاوز اقول ان يعني المجمل ان الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره، اللعيبه قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، كان شكل كويس وروحنا كويس، وفي اصرار وفي اراده وفي فنيات النهارده، في حاجات كثيره جدا تحسب للنادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي. وانا اعتقد مبروك طبعا كابتن. انا معاك في حته الاهداف، لان انت يعني انت زي ما بنقول احنا لحد ما بنلعب على احسن التواني، لو تساوينا في عدد النقاط في المجموعات الاخرى او التواني في المجموعات الاخرى هترتكن لجزئيه الاهداف، فبالتالي كان محتاج النادي الاهلي انه يزود، خصوصا ان في فرصه النهارده. طيب محمد معلش، كل كوره النادي الاهلي بهدف. ما شاء الله، بص دي بهدف وبعديها بهدف، فكل كوره ماسكها لعيب النادي الاهلي بهدف على فريق الوحده. حقيقي. فنترجم ان شاء الله في الماتشات القادمه. حقيقي. وربنا يوفقهم ان شاء الله.